نسعى من خلال هذه دعم هذه المبادرات لتمكين هذه الفئة من الشباب التي تم تهميشها مؤخرا بسبب ظروف الحرب الأخيرة. عملنا على مدار عدة أشهر على تدريب هؤلاء الأشخاص على لعب كرة الجرس. أيضا كان هناك الأشخاص المبتورين إصابات حرب الذين قدموا مباراة كرة قدم والألعاب الفردية. قدمنا رسالة للعالم من خلال هذا المهرجان الذي عنوناه بأصحاب الهمم. قدمنا رسالة للعالم لتقول أن هؤلاء الأشخاص لا زالوا موجودين، لا زالوا قادرين على العطاء، وأن الإعاقة هي إعاقة العقل وليست إعاقة الجسد. Oh, my God.